نشرة السودان في دقيقة. أهلا. الاتحاد العام للصحفيين السودانيين يندد باعتقال 4 من أعضائه والإجراءات التعسفية والقمعية التي تستهدف الحريات الصحفية. الأمم المتحدة تحذر من خطورة تفاقم الأوضاع الاقتصادية في السودان وتأثيراتها على حياة المواطنين السودانيين، وتوضح التقارير أن أكثر من 9 ملايين يعانون انعداما في الأمن الغذائي. عضو لجنة صيادلة السودان المركزية أنس الصديق يكشف عن توقف شركات استيراد الأدوية وشركات التصنيع المحلي عن البيع منذ أكثر من 10 أيام بسبب تذبذب أسعار الدولار. تلفزيون السودان يوقف برنامج إفادة السائل الذي يقدمه الشيخ الدكتور محمد إسماعيل بسبب معارضته لسياسات قحط وقيادته حملة إيقاف المنهج الدراسي الذي تقدم به الجراي. نهاية نشرة السودان في دقيقة. إلى اللقاء.